اختلاف بين اثنين من أقاربي في مكان قريب من بيتي. حاولت أن أصلح بينهم بالحسنى ولكن فشلت، وأحسست بأن الشيطان دخل بينهم ووصل الخلاف إلى السب والشك. فقلت لهم: يمين بالله أن تتفرقا فورا وتذهبا من هذا المكان أنتم الاثنان. ولكن مع الأسف ذهب واحد منهم ورجع بعد نصف ساعة، ولكن الآخر لم يذهب. وحينئذ وجب علي أن أسأل عن ذلك اليمين الذي أقسمته، هل يعتبر قسم وهل وقع أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قصدك من هذه اليمين أن تنهي النزاع الذي بينهما، فذهب أحدهما وانقطع النزاع ثم عاد بعد ذلك ولم يحصل النزاع، فإن اليمين قد حصل المقصود منها ولم تحصل فيها. أما إذا كان لم ينقطع النزاع وأنت قصدك من اليمين أن يغادر المكان حتى ينقطع النزاع لكنه رجع وعاد النزاع كما كان، فإنه يكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف ساعة من الطعام، أو كسوتهم كسوة 10 مساكين، أو عتق رقبة إن استطعت. مخير بين هذه الأمور، فإن لم تستطع واحدة منها فإنك تصوم 3 أيام كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة فمن لم يجد، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. جزاكم الله خيرا.